اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. أنا الآن في الميقات، ميقات أهل مكة والمقيمين فيها، جامع أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة عن المرحوم محمد مصباح محمد سعيد بدوية رحمه الله، واسكنه فسيح جناته. اللهم اغفر له وارحمه، واعف عنه وعافه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، وأهلا خيرا من أهله، واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم ارحمه فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أنا الآن داخل في جامع أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها لاستكمال باقي مناسك العمرة عن المرحوم محمد مصباح محمد سعيد بدوية رحمه الله، واسكنه فسيح جناته. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه، واكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازيه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز اللهم عن إساءته. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم مد له في قبره مد بصره، اللهم أنزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور. أنا الآن في الطواف لاستكمال باقي مناسك العمرة عن المرحوم محمد مصباح محمد سعيد بدوية رحمه الله، واسكنه في جناته. اللهم اغفر له وارحمه وعافه، واعف عنه، واكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز اللهم عن إساءته. اللهم تقبل منه القليل وتجاوز عن التقصير. اللهم افتح أبواب السماء لروحك وأبواب رحمتك وأبواب جنتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم مد له في قبره مد بصري، اللهم أنزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم افسح له في قبره ونور له فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انقله من ضيق الوحود والقبور ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، في سدر مخضود وطلح منضود، وظل ممدود وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تنابل الخير، جسر الثقة في مساعي الخير، وعنوانكم للخير في كل الدروب.